الرحيم. دلوقتي الدكتورة غادة هتشرح لكم ازاي نرضع الطفل عن طريق استعمال الارتفيشال فورمولا اللي هي البوتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم على الرضاعة من خلال البوتين. اول حاجة عندي زي ما اتفقنا عندي فول بريبريشن، اول حاجة بريبير ماي سيلف، بعمل هاند ووشنج ومع انا دلوقتي عندي هعمل فورمولا بريبريشن وفورمولا فيدينج. مع الفورمولا بريبريشن لازم اكون لابسه جلوفز، يبقى هعمل هاند ووشنج وهلبس الجلوفز. تمام. بعد كده بحضر الايكويبمنت بتاعتي. ايه هي الايكويبمنت؟ اول حاجه المفروض وانا بعمل الفورمولا بريبريشن بكون لابسه ماسك واوفر هيد، وكمان بيكون معايا جوله، بكون لابسه الجوله، المفروض اكون لابسه الحاجات دي. تمام كده. بعد كده بيكون عندي الببرونه، واحنا عارفين الببرونه وقلنا الكرايتيريا بتاعتها ماشي، ومعايا ميه مغليه في الكاتل لمده 5 دقائق زي ما احنا اتفقنا قبل كده، ومعايا الميك اللي انا هحضر بيه الفورمولا. تمام. معايا الهاندلر. تمام. معايا شاش معقم واسبونج، ومعايا دايبر كير لو احتجت ان انا اعمل دايبر كير للطفل. معايا الدافيتا او تاول بتوضع على الشيست بتاع الطفل، ومعايا استراين تاول هعمل بيها الاسترين فيلد. تمام كده. ومعايا 2 جفنة صغيرة و2 بيزن كبير، وهنقول هنعمل بكل حاجه فيهم ايه. خلاص عملت هاند موشن.